معايا على الهاتف الناقد الرياضي محمود الشيخ. برحب بيك استاذ محمود. تخير يا دكتوره، برحب بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اتحاد الكوره اعلن هو هيعمل اجتماع يوم الحد اللي جاي عشان ياخد بعض القرارات. ما تفاصيل هذا الاجتماع؟ طبعا يعني انا سامع الحلقه بتاعت حضرتك والانترو من البدايه واتكلمت في تفاصيل مهمه جدا، تفاصيل حساسه جدا، وهو حاله الغضب اللي موجوده في الشارع مش من خروج المنتخب ولكن من الاداء الهزيل اللي حصل، ومن يعني في حاله نقم كبيره جدا على فيتوريا وعلى الجهاز الفني وعلى اداء المنتخب. عايز اقول لحضرتك حاجتين، يعني الحاجه الاولانيه ان في انقسام حتى الان في مجلس اداره اتحاد الكوره ما بين مؤيدين لاستمرار فيتوريا وما بين ان في ناس بتطالب ان فيتوريا يرحل عن ثانيه واحده معلش ثانيه واحده انا سمعت صح؟ حضرتك بتقول منقسمين؟ يعني في ناس طبعاً عايزه تخلي فيتوريا يقعد، في ناس طبعا عايزه تخلي فيتوريا يقعد، وبيتكلموا والله العظيم بيتكلموا ان ده مشروع، دي ناس موجود. مش عايشه معانا، عايشه في اللالا لاند. مش يعني في اعضاء في اتحاد الكوره مش عايزه يتحكم على التجربه بالفشل، وللاسف بتقيس بقياسات غلط، يعني بتقول المغرب طلعت، السنغال طلعت، فرق اكبر يعني اكبر مننا في المستوى الفني في الفتره الحاليه طلعت، بيبرروا الخيبه، بيبرروا اللي حصل في الوقت الحالي. يعني عارف مثلا لما انت تجيب واحد من 10 بالزبط. فتروح بقى لباباك تقول له ما الفصل كله جايب واحد من 10 وفي ناس جايبه صفر، ده انا احسن. هي المشكله عندنا يا دكتوره ان برضه زي ما قلت لحضرتك مش اللي احنا طلعنا من الدور ال 16، المشكله الاداء الهزيل ده اول مره يحصل في تاريخ ما عندناش كوره يا كابتن، ما عندناش كوره كمان ابدا يا استاذ محمود، ما عندناش مدرب كمان، يعني احنا كلنا شفنا ما فيش مدرب صحيح. على الخط، الراجل تغييراته كلها غلط، التشكيل غلط، الراجل ما عندوش شخصيه خالص في قياده المباريات، الجماهير اللي قاعده في البيت هي سابقاه، يعني احنا كنا بنشوف الجماهير تقول ليه مروان عطيه ما بيلعبش، ليه تاني ماتش بيلعب مروان عطيه، ليه فتوح ما يلعبش فتاني ماتش بيلعب فتوح، فواضح ان هو مش عشان ما عندوش خطه، ما عندوش خطه ومش قاري العناصر اللي معاه ومش قاري امكانيات اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الوطني. طيب خليني اسالك سؤال، مين يعني من المدربين المرشحين ان هم يكونوا بدل فيتوريا، لا يعني في حال انه هم يعني جابوا من الاخر وخدوا القرار الصائب ومشوه؟ طيب تفتكر مين اللي هي هو الفكره برضو ان احنا بعيد عن المدرب المصري، يعني الاتجاه حتى لو فيتوريا مشي ما كابتن حلمي طولان قال لك ما فيش حد ينفع في مصر، مصيبه صوت. لا هو في ناس خدت فرصها في مين؟ مصر هي برضو مين؟ يعني انا شايف ان حسام حسن اقرب واحد، يعني الناس كلها خدت فرصه اذا كان الكابتن حسام البدري. طب علي ماهر، غريب، طارق العشري، لا حسام حسن اكتر لانه عنده خبرات اكتر مع المنتخب وعلى المستوى الدولي وكان اسمه بيتردد على طول. طب ما حدش ردد اسم عبد الحميد بسيوني؟ لا هم كل الاسماء ديت اترددت، وايمن الرمادي اتردد طرحت انما بعيد، يعني هو لو في اختيار دايما بيبقى حسام يعني حسن، يعني اقرب واحد حسام حسن، اقرب واحد في كل الاوقات اللي اسمه بيطرح وبيبقى فيه عليه قبول من الشارع الرياضي هو حسام حسن، يعني كان حسام حسن وحسام البدري، حسام حسن وايهاب جلال، حسام حسن وشوقي غريب، حسام حسن ولا مدرب اجنبي، فدايما اسمه وكل حسام حسن وما بيجيش ولا مره ليه؟ ومش هيجي ليه؟ حسام حسن ما بيجيش ومش هيجي، لأن حسام حسن من المدربين اللي عندهم شخصية. مش هيسمح لحد من أعضاء اتحاد الكورة إن هو يتدخل في شغله أو يتدخل يعني في يعني ممكن مثلا لا تنصاع إليه اللعيبة. ما تحبوش إن هو يبقى شخصيته قوية، يعني معنى كده إنه المدربين اللي بيجوا شخصيتهم ضعيفة؟ لا هو مش اللعيبه، هل مثلا محمد صلاح ممكن يكون يبقى عنده مشكله انه لو الكابتن حسام حسن هو المدرب انه ينصاع لاوامره لقراراته؟ لا ده وارد جدا، وارد جدا، وارد جدا ان ده يحصل في المنتخب، وفي اوقات كان بيتاخد راي محمد صلاح في المدرب الاجنبي قبل ما يجي، يعني سواء كيروش او سواء فيتوريا كان بيتاخد راي محمد صلاح في المدرب الاجنبي قبل ما يجي، يعني خلينا نتكلم بوضوح،
لكن قبل اللعيبه وقبل محمد صلاح اعضاء اتحاد الكره نفسهم سواء الحالي او اللي قبليه هم شايفين ان هيبقى في صعوبه في التعامل مع حسام حسن او التعامل مع شخصيه قويه. هو ليه كروش مشي اللي هو كان قبل فيتوريا؟ ليه مشي؟ لان برضه كروش كان راجل شخصيته قويه جدا، ما كانش بيسمح لحد ان هو يتدخل في شغله، ما كانش بيسمح لحد ان هو يتدخل في اختياراته. فبعد رغم ان هو حقق انجاز ان هو وصل للمباراه النهائيه قدام السنغال في امم افريقيا اللي فاتت، وان وصل للمباراه النهائيه في تصفيات كاس العالم، لكن رغم ذلك ان هو مشي لان المدرب كان شخصيته قويه عكس اللي واضح في فيتوريا. فيتوريا واضح ان هو الشخصيه بتاعته ضعيفه جدا، مش مسيطر على اللعيبه، واضح جدا ان في قرارات او في اختيارات كانت بتفرض عليه. فعلشان كده فيتوريا موجود. انا عايز اقول لحضرتك بس مفاجاه ان فيتوريا كان معروض على النادي الاهلي وكان في تفاوض مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي رفض شروط فيتوريا، يعني الشروط اللي اتحاد الكوره حطها له. عنده اداره محترمه الحقيقه، يعني الاهلي رفض شروط فيتوريا، بيجيبوا مدربين ليهم خبره بالظبط. لا وشروطه كمان، شروطه زي ما حضرتك قلتي هو ما بين البيع والشراء في تحالف، انت شروطك مش نسبني مش عايزك، في مدربين كتير، انما انا احط الشروط دي والزم نفسي ان انا ادفع شرط بس. معلش خليني اقول لك حاجه، يعني انا مش عارفه مدى صحتها، يعني انه النادي الاهلي ما بينصعش لطلبات اي مدير فني، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، في التفاوض النادي الاهلي بيحط شروطه، بيبقى ليه شروطه، بيحط شروطه وبيحط مصلحه النادي الاهلي ايا كان مين الاسم، قبل اي حاجه انت عندك شروط وانا عندي شروط، انت لازم الشروط تكون متوافقه. الاتحاد بقى المفروض يعمل كده، يحط مصلحه مصر قبل اي هو حاجه. هم اللي بتدير الكوره في مصر كلها، مصلحه المدرب. انما الاتحاد ما عملش كده مع فيتوريا، الاتحاد واسع على كل شروط فيتوريا. بديهي جدا كان لازم يبقى فيه شرط جزائي. احنا مصر، يعني احنا مصر اللي هي اكبر دوله في افريقيا واخده البطوله 7 بطولات، يعني انا داخل على البطوله بنافس فيها، فانت تحط شرط جزائي، من حقه جدا ان هو يحط له شرط جزائي 200,000 دولار او 200,000 يورو، لكن برضه احط شرط ليا ان انت لو ما خدتش البطوله يبقى ليا حق ان انا امشيك بدون اي شروط جزائيه. صح. انما انا سيبه ان انت ما العيب على اللي عمل العقد طبعاً. استاذ محمود انا عايز اقول لحضرتك المدرب الراس الاخضر مرتبه 10,000 يورو اللي هو اتعادل معانا بالصف الثاني، مش 200,000 يعني 10,000 يورو الراس الاخضر. طب ايه 200,000 يورو دي شهريا؟ يعني مش قادر افهم ده احنا مش مستوعبه هذا الرقم. قول لي انك غلطانه. لا مش غلطان خالص. المدرب الكونغو اللي خرجنا بياخد 20,000. قول لي انهم 20 وانا شفت صفر زياده. حضرتك صح. طيب انا بشكرك جدا الناقد الرياضي الاستاذ محمود الشيخ.